طب احنا هناخد الشقه دي شهر بقى نشوف ادامها علينا. وانا تحت امرك يا سعاده الباشا. الله يحفظك. بقول لك ايه؟ طيب امسك المفتاح ده وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها؟ اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسله. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمه مع بعض كده. همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. شاكرين يا باشا. شاكرين يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوقتي ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك. اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحده مش هتحول. لا انت خليت ديك بقى. حسن حسين حضرتك. اسامه هاني شاكر في اسمك. صابر رسلان. تدلع ايه يا عم؟ هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل. وطي وانت داخل يا استاذ. يا استاذ والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس.
عمار يا ليبيا منورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جهلي. اه معاك استاذ اخويا يا باشا. يا جهلي انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. اعزائي المشاهدين النهارده من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صوره مشرفه لرجال الاعمال المصريين. احنا معانا كام؟ 40. اللي انجبت طلعت هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر ألف 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 شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرفة. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح. ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون قليوبيا، ده قهليا بورسعيديا. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايديه. الله يا يا ابن النصابه ده طلع جامد بجد. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجي في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه الثانيه فين. ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين، ممكن يصوروها، اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينه على فكره. اصابات تانية ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله. اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا. بره انا بره بره. وانت كمان بره. برافو يا باشا. يلا
محسن انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل، طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت ليك 10%. شوف يا محسن، كل مليون ليك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع، انضغط يعني شويه يا باشا. انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا، احنا اللي بنتحبس. ايوه بس انا اللي بخطط، ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكله، كان زمانك عايش بالتلات اربع تلاف ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر. محسن 12.5% مش خساره فيك. لولا امرني يا باشا. البرنامج النهارده فيه ندوه الشباب وبعدها على طول الافتتاح. لبس الشباب جاهز؟ طبعا جوه يا باشا. شوفي محسن بيبي يحب ايه. احنا لازم نغب غبه جامده يا معلم. طبعا كل ما نبقى في النقنقه العمليه تبقى في السقسقه. طبعا انت فاهم حاجه ولا كلمه؟ امال ايه؟ طبعا طبعا اللي انت عملت قولها زي ما تكون فاهم. حود انا شارب سيجاره مبوظاني ومحتاج اي سكريات. ربنا سكريات؟ ده انت محتاج جلوكوز مش سكريات. اترزق هنا وما تتحركش عبال ما اجيب لك اي حاجه تفصل النيله اللي انت ضربه ده. ما تتحركش. شفت الموزه اللي هناك فين قبل كده؟ هو ما اشوف مين دي ولا بلاش؟ بس ليه لا؟ ما ممكن تطلع خالتك هذا جعفر. ومين اللي معاها ده؟ اكيد جوز خالتي. بس جوز خالتي مش متجوز. هو ما اشوف مين دي. فين يا مصطوحه؟ تودينا بداهيه. انا بشبه على حضرتك. انت مين؟ انا بلم تبرعات المستشفى الطبي. ده اللي سب بتاع الكلب. ايه ده الصاب الحرامي؟ انا بتاع الكلب. جبت الكلام ده فلان ده اخلع انت. اوعي بسرعه يا عطفور اجري وراهم بسرعه. تعالي معانا هتبنى قاعده مع الشباب ونعمل شباب. هم دول سرقوني.
اللي انت بتضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل مانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضو. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها، انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر، كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه. يا ابني انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه. ما انا لو صحيت يا حوده مش هعمل اللي بعمله ده، انا عايز انسى. تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده. يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سوده. ما تفكرنيش. عندك حق. يا سلام عليك في الاقناع يا حوده. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حوده. فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا فوق. صار ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى، انتوا طلعتوا كده؟ انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام، مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خدنا اخا وعادي، خدنا اخا وعادي. امال اتخطيتوا ليه يا شك؟ مش هقدر. لا الكائن ده بص بقى، احنا نتفاهم احسن. بالراحه من غير ما انت ايدك. خد وقتك بقى.